عسلامة مدى. عسلامة. عسلامة. عارفوا عليكم. ايه. سامية. مدام سامية. مريم. حابين نحكيوا شوية على علاقة بين الأم وبنتها، كيفاش العلاقة بيناتكم؟ احنا والله لك سرية أصحاب احنا. أما وقتي فما وقت اللي يلزمها يلزمني نكون أم فما روسبي فما القدر. هاي بالقدر نعيشوا برشا أم أصحاب برشا. أصحاب. الأمهات نتاع العصر الجديد ولاو يحبوا يكونوا صاحبات بناتهم مش كيما قبل. وقتنا قبل اللي فما توا وقتنا طورت وما عادش. انا ديجا ما عنديش صحاب جمله أبار امي نحكي لها كل شيء، الباقي كل يعني لحد ما نحكي لحد يعني امي كل شيء يعني فهم. كل شيء بيان سور حتى قبل روحي انا كل شيء تحكيه لي والله حتى كي تنسى ماما تذكرت راه عملت فهمت تقول لي كل شيء وجوست نديريجيها هنا وقتنا خايب توا طول وقت خايب اختي طول وقت خايب برشا ما عادش لازم صغيرك لازم تسوى بنية هنا نصور صاحب نصح النصائح اللي ديما تقدمهم لها ركبك على روحك ثقه لا ما تكلمش اللي يجي انا في روحي شاكه في روحي خليها في العباد الثقه كومبليتمون عجبني علم تونس على فكره ميرسي هي وطنيه وطنيه ليه وطنيه بالحق تحب تونس هي اللي انت معناها ما تعطيش ثقه في حد جامي دو لافي نعطي الثقه في العباد انا سورتو وقتنا تو يخوف شكون بلاش تعطي الثقه باش يجي معاك ولا العكس تحكي له حاجه مش يعاود الالف والف قال شنو شكون قال لك احكي لي انت يعني نحكي معاك يعني من الاخر فهمت تعرضت للغدر من الاصدقاء معناها قبل نجمت الميكرو نقعد نسالك انا تعرضت للبرشا حاجات اما لا انا ما نندمش قولي علاش على خاطر الدنيا كما نقولوا تعطيك دروس لحظه برك تعطيك دروس الدنيا تغدرت مش نكذب عليك تغدرت كلكو فوا ما خذيتها درس مش معاش نصحب لا انثى لا تكرر زيدا نكون واضحين من الاول يعني فهمت عندي امي نحكي لها سري ونحكي لها حتى نعمل حاجه خايبه ولا نقتلش روحي امي راني قتلت روحي اجا عاوني الوحيده اللي بالحق معناها مستحيل تعاود عليك هي امك بيان سور اختك لو كان عندك اخت لا حتى الاخت سامحني ساعات ما تلقاش فيها الخير تحسدك اختك تشوفك لابسه ومحليك وكل شيء تتذكرها ودرك كيفاش تغزر لك مش صحيح ليه مش صحيح انت عندك اخت اي عندها عندي زوج اي عندها اخت ليه ما تترشش هي دي راني بونسي تاع نحن تو نرجعوا يعني خلينا بيه الاخوات انا ما تجدش عليا عركه الاخوات الحق ما تصيرش ما تصيرش وحتى كي نسير ما الاخوه في الكل يرجعوا لبعضهم يقلب عليك زيد معناها الكلام يصير سوء تفاهم وراه مش هذا اي عادي وهي تحب لها الخير ما تحبليش اما بالنسبه للاسرار والحكايات هذوكم الكل تحكيهم لامك خاطر هي اكبر منك وعندها تجارب وتنصحك بيان سور طبيعي عندي امي هنا كهو يعني حتى فما حاجه مقلقتني نحكي لها هي عبرت بيها نفسانيه نرتاح كومبليتمون عباره لا صار لكن لا عندي حد شيء فهمت كهو روي فضلي اللي حاب نقول لها كبيره في خواتك ليلى عندي اختي معرسه عندها دو زونفون بنتي كبيرة يا عمرها 38 سنة شنو الفرق ما بين بناتك بعاد شوية في العمر على بعضهم كل واحدة كيفاش العقلية متاح كيف حتى الكبيرة صاحبتي والله أصحاب يمكن أكثر من هذي أمان نو أكثر بسيبتك أنت بناتهم 15 سنة بناتكم 15 سنة حتى الكبيرة صاحبتي زيدا كيف ونفس المحبة راوة ونفس النصيحة ربي يهدي وكها ربي يهدي صغيرة بالكل قديش عمرها صغيرة هي المدلة بريسك اي ما مدلتني نجي نقولها خذ لك الحاجة تاخذ لي الدوبل ونبدا هكا بتبيعتي دلولة الدار قريت العشاء على فكرة ان شاء الله ربي يخليه عايش يا عايشك فضلك ما عندك فرق قلت لي بيناتهم في قديش من بنية زوزين عندي كيبتي هنا لا صغيرة والاخرى كبيرة الكبيرة عقل شوية برسك مربيتها هي خاطر هي نوفيل جينيراسيون تي هذوما جيت توا الأخرى شنو نقول لك الأخرى مواكبة لكل العصور معناها ريت معايا أنا نتفاهم أنا وياها مع أختها تتفاهم معاها زيد ترك فهمت صحاب على الأخر أنا أختي شنو نقول لك أختي عبارة ما تغيب ما نلقى أختي سينو ماني بلوس الباقي كل حكاية فارغة والله ما عندكش خوة
نو عندي اخ عندي ما كل شيء. عندنا وليد عندها اخوها واللي هو ولد اختها معناها هاي اخوها. هذاك رجل الدار عاد ولد اختي رجل الدار نقدم له تحيه بالله. باش نبدا في الاسئله الصحيحه هكا رسمي توا. تعرف الطيب ولا شكون؟ الحقيقه بخفوا مش ما نكذبش شوي شوي. لازانيا. اي بخفوا شوي شوي. بالانترنت. نحط مثلا اليوتيوب نحط مثلا مقارونه فازيت هكا. اكزاكتومون نتعلم اليوتيوب مش من مخي شكون واضحين. مدام راهو حتى اليوتيوب يعلم. اي علم اي. ما هو شو يعلم؟ اليوتيوب مقارونتها ولا؟ هي ولا متكلها وحدها. باهي اي. طيبت لها رصوص بلانش راس. اي اي. هينا. اما تتفنن مثلا تحط فيها شو اسمها هذيك الجامبون نبدا في مفوح. الجامبون تاع حليب ما ناكلوش. امهات الكل ما ياكلوش. بجاه ربي هكا امك ما تاكلوش. ها هاك. اما اللي نتفنن يعني في الصوص بلانش يعني. اوووو عليك الاندومي البلاستيك يا لالا. يا بنتي نقولها ربي شقت لك هذيك والله عظيم والله والله. اي الحقيقه. مره في العام ولا مرتين كان طارت كي نبدا على الاخر فهمتها سينو ما ناكلهاش. انت مادام من الامهات اللي تحب تقضي وحدها والا تحب انت تعاونها؟ انا اختي نقضي وحدي بصراحه. تعجبني كي نقضي تدي والله. بليز هي تبدا تخدم ولا تقرا بعتها تبدا وحدها. نجي نعاونك قول لي اقعد. ارتاح 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 هي تخرنينها اكثر منها هي وين وين نولي نعمل وحدي وين رايده. حاجه اخرى مادام توا بنيات توا في ساي يتعبوا. وتلقى الامهات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انا نتعب انا منهم باش نكون واضحين خاطر انا دلوله الدار يعني ما نعمل شيء انا روحي استمتع بالعزوبيه. اي بيان سور باش من بعد باش من بعد تعرف. اي تولي تندب عليه ما تفهم. اي كنعرس حاجه اخرى. الراجل تولي طيب وتتعلم بالسيف. انا بنتي الكبيره كيف هكا عرست صغيره تسمع على هذه 17 سنه عرست. يا بنتي اجا وقفوا معايا شوف كيف انت يا ماما تي تو ايش نقول لك طيب هو وقتها في توزر هي تسكن دوما عرس هزها لتوزر. يا بنتي نمشي لها ضيفه طيب له شربه ماء ونقول له نزار بنينه يقول لي بنينه تبل يا مصيبتي يسكت توا وليت صنفها خاطر الراجل توا تصنف توا طيب خير مني انا ولا كستيها خير مني كي تجيني نظيفه ولا نمشي لها تبارك الله عليها كل شيء وهي كل شيء يعني طيب حلو وحار حطت في راسها ان شاء الله هي كيفها وكا انا دلوقتي الدار توا ما ان شاء الله نولي كيفها ان شاء الله حتى ربي تولي طيب نتصورها هاي تولي طيب هكا هو راجل صعيب ويحب الدمق هو الراجل شنو هي هاي سامحني بلي سامحني راه مشكل المراه كي تعرس قال شنو هي كل شيء عليها وسامحني حتى الراجل ما خوها قال شنو مرته كها لازم يقد ويسيق ويطيب ومعاها من ارش كزيد راهو يعني علاقه مشتركه اكزاكتومون مشتركه كي نتفاهموا كيما كل واحد في الاملاك يتقاسموا زاد الكوجينه والدار ايوه موكيكا هو على الاقل هكا هو ها باش تنصح الامهات في علاقتهم ببناتهم؟ صحبوا ولادهم صحبوا ولادهم انا نصيحه صحب صغيرك يقول لك حتى تعرفوا علاش يمشي علاش يجي باش تقفلوا اونكا او يغلط فهمت تسبق مش حتى يفوت الفوت نتصور هكاك انا نصيحتي انا وقتنا تو نحب نقول يعني الامهات شباب مستقبلنا يعني ما فهميش راهو صحاب جمله صحاب في السماء وقتنا تو اي حاجه عندك بروبليم اي حاجه امك سينو الباقي كل راه تحكي لحد وما فهميش صحاب الثقه 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 لا 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 في روحك وشوف يعني باي باي